بركات في الصف الثالث الأساسي ب. اليوم أريد أن أخبركم عن مغارة تجعيتا. تعتبر مغارة تجعيتا من عجائب الدنيا ومن أشهر الأماكن السياحية في لبنان. هي جميلة وبها هياكل ومنحوتات نحتتها الطبيعة. وهي مكونة من كهف علوي رائع وكهف سفلي جميل فيه بركة ماء. لقد زرتها في الصيف الماضي والتقيت بكثير من السياح الأجانب الذين يزورونها من كل أنحاء العالم. لذا أنصحكم بزيارتها لأنها أجمل ما رأتها عيناي. شكرا لإصغائكم.